السيد بسام، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن 400 يوم من الحرب الشاملة، يضاف كذلك إلى حصيلة الشهداء والمصابين الحصار، الجوع، المرض وكل أشكال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها السكان في غزة. صحيح، إبادة جماعية مستمرة، و طوال 400 يوم انتقلت من مرحلة إلى مرحلة، لكن أنا أستطيع أن أوجد أن هناك الخطة الإسرائيلية أو ما يحدث هنا في قطاع واضح للجميع، أنه إخراج السكان من بيوتهم، إرسالهم إلى مناطق إنسانية هنا وهناك متفرقة في قطاع غزة، تضييق انطلاق على المناطق الإنسانية، ثم محاولة من تبقى في البيت، يعني الناس اللي ما طلعت من بيوتهم، إعادة محاصرتها مثل ما يحدث الآن في شمال قطاع غزة، حالة مجاعة مزرية هناك تحدث، ومن تبقى لا توجد حتى وسائل تواصل معهم، إعادة محاولة إخراج من تبقى، وإعادة تفريغ مناطق جديدة من شمال قطاع غزة إلى جنوبها. وأعتقد أنه يتم بين الحين والآخر الآن الاستهدافات المتكررة في المناطق الإنسانية داخل القيام النازحين الموجودة في قطاع غزة. أعتقد أن إسرائيل تستهدف كل شيء له علاقة بحركة حماس، سواء من قريب أو من بعيد، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يعني من كان مدرسا وهو محسوب على حركة حماس، الآن بدأت إسرائيل تجمع معلومات الاستخباراتية وتقصف كل شيء له بالعلاقة، في محاولة على ما أعتقد لتدمير كل الكيان أو محاولة عدم السماح لأي محاولة استنهاض وعودة للحياة الآمنة في قطاع غزة. نضيف إلى ذلك أيضا لا سيما في منطقة الشمال أن هناك شهداء يقعون حتى خلال محاولتهم الخروج مثلا من جباليا وجباليا البلد وبيت لاهيا إلى مناطق أخرى ربما تبدو آمنة، أيضا يتم استهدافهم بالطائرات المسيرة. صحيح، هي هذه عملية استغلال القوي على الضعيف، وأنا شاهدتها يعني شخصيا بنفسي، حدثت معايا وحدثت مع آخرين مع الزملاء ونحن نعرفها. يطلبوا منها الجيش الخروج عبر بوابات أو تسمى عندنا حلبات، ويتم إما اعتقال وإما استهداف وإما يعني الاستهزاء من الفلسطينيين، ويعني وكلها محاولات يغلقوا عليهم، بيستهزئوا منهم، يعني كيف القوي بيمسك الضعيف ويحاول كله. لكن حتى كل ما حدث في قطاع غزة، محاولة إخلاء شمال قطاع غزة، معظم الذين حاولوا يعني معظمهم تعرض لإطلاق نار، إما من السفارة وإما من مدفعية بعيدة، وجزء منهم من استطاع أن يصل إلى الحاجز الذي يفصل شمال عن جنوب قطاع غزة، جزء منهم تم اعتقاله، وجزء منهم الغريب أنه تم إرجاع بعضهم، قالوا لهم روحوا على إرجعوا على غزة، وهكذا. هو نوع من الاستغلال على ما أعتقد من مبدأ القوي على الضعيف، لأنه اليوم إسرائيل باتت تستخدم قوة عسكرية كبيرة في قطاع غزة، ميليشيات كبيرة وأسلحة فتاكة وأسلحة متنوعة، في ظل أنه قطاع غزة تم استنزافه يعني على مدار السنة ما أكثر من 400 يوم، ولا توجد مقومات صمود بهذه الطريقة. هذا ما يحدث يعني أعتقد حسب فهمي للموضوع، يعني هذا الذي نراه يوميا. طيب سيد بسام، كيف هو حال القطاع الطبي والصحي أيضا يعني في قطاع غزة لا سيما في الشمال؟ وشاهدنا الاستغاثات التي كانت تطلق من المستشفيات لا سيما مستشفى كمال عدوان، من حجم الضغط والحصار وكذلك الاستهدافات التي طالت الأطقم الطبية، وبطبيعة الحال الحصار المطبق على القطاع يمنع وصول أي من الإمدادات إليها. صحيح، هي لم تعد حتى انا اعتقد انه مسمى مستشفى لم يعد صالح للاطلاق على هذه المستشفيات، خصوصا في شمال قطاع غزه، فهي تفتقر الى الكوادر الصحيه، تفتقر الى المعدات، تفتقر الى المقومات الاساسيه التي كانت بها كمستشفى، الخدمات الاساسيه، قدرتها على العمليات الجراحيه، القدره على الاسعاف الطوارئ، القدره على الولادات الطارئه والامنه، القدره على نقل الدم، هذا كله اصبح مستنزف لا يوجد في هذه المستشفيات، فهي يعني عمليه اخراجه عن الخدمه بات وشيكا معظمها في شمال قطاع غزة. أما في جنوب قطاع غزة يعني هناك محاصرة من نوع آخر لجنوب قطاع غزة، اللي هي المحاصرة الإنسانية، لا توجد إمدادات تصل إلى المستشفيات، وهي نقص في الكوادر الصحية الكبيرة، والاستهدافات المتكررة لقيام المدنيين، وحتى اليوم هناك استهداف داخل مستشفى
شهداء الأقصى لإحدى الخيام النازحين وإصابة عدد من الصحفيين. هذا كله يجعل أن المستشفيات، يعني إسرائيل تريد أن توصل رسالة أن المستشفيات ليست بيئة آمنة للجلوس فيها، ولا لا هي للمرضى ولا هي لمن يريد النزاح بحثا عن نوع من الأمان، في ظل أن إسرائيل لا تزال تمنع الكثير من المواد أن تصل إلى المستشفيات، منها قطع غيار لجميع الأجهزة التي أصبحت غير قادرة على العمل، محاصرا في المحروقات حتى أنه يتم تشغيل بعض المولدات لإيجاد يعني خط كهرباء داخل المستشفى من أجل تشغيل العمليات أو أجهزة الأكسجين أو الحضانات أو الأجهزة التي تحتاج يعني إلى الكهرباء، ومن خلال أنه معظم المواد الصحية، الأدوية، المستهلكات الصحية ممنوعة من الدخول لا تزال إلى جنوب قطاع غزة. وهل ما زال هناك أي دور تمارسه المنظمات الأممية أو الدولية العاملة في المجال الإنساني سيد بسام في ظل هذه الظروف الرهيبة؟ يعني الكل يعمل بمسمى الحد الأدنى من حجمة الخدمات، لأنه الموارد تستهلك شيئا فشيئا، فكله يعتمد على ما تبقى لديه من الموارد يحاول أن يقدم فيها. لكن المؤسسات الدولية تحاول أن تسعى أو تقنعنا بشكل دائم أنها تحاول التنسيق لإدخال هذه المواد مختلفة، خصوصا المؤسسات الأممية أنها بتحاول تنسيق أنه تقدر تحسن الوضع الإنساني أو الوضع الصحي، لكن هي لا تزال لا تخرج عن إطار المحاولات المستمرة والمتكررة بدون جدوى. هناك يعني بعض النجاحات القليلة لإخراج بعض الجرحى أو بعض الأطفال من مرضى السرطان أو يعني حالات إخراجهم 20 أو 200 مثلا من أصل 3000 على القائمة الانتظار أو من معهم طلبات، ونعتقد هذا إسرائيل تتعمده لكي تحسن نوعا ما صورتها أمام العالم أنها تفعل شيئا ما إنساني لقطاع غزة، أو لعلها تستخدمها كأدلة مناهضة للقضايا المرفوعة بالحرب الجماعية، الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لتقول للمحاكم أنه هينا إحنا بنحاول نخرج وننفذ ونفعل، لكن هذا كله على أرض الواقع غير صحيح. الأرض الواقع هي عملية إبادة جماعية واضحة مستمرة منذ اليوم الأول حتى اليوم، وهناك يعني محاولة كبيرة لتهجير الفلسطينيين جزءا جزءا، يعني فشل يمكن التهجير مرة واحدة من قطاع غزة، لكن اليوم بدأوا بالشمال، بالأمس كان طلب إخلاء لمنطقة داخل مدينة غزة كمان منطقة أخرى، هي استمداد أو استمداد لشمال قطاع غزة، وهكذا. وأعتقد أنه سيبيق الخناق شيئا فشيئا على قطاع غزة في محاولة تهجير كل قطاع غزة، يعني على هيك الخطة. شكرا جزيلا لك من خان يونس السيد بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة.